أما هلا سلمى انت إلى فقرة كتير مميزة، ولما بنحكي عن الواقع وظروف الحياة والحصار الاقتصادي كلياته سلمى بيفرض علينا غياب بعض موارد الطاقة، هذا الشيء اللي شفناه كتير كبير بالفترة الأخيرة وخلف مشاكل كمان كتير كبيرة. رح نحكي عن الابتكار اللي مثل ما بنقول إجا بوقته وولدت طبعا الفكرة من رحم الواقع. رح نحكي أكيد عن أشرف كحلوس ومحمد مريري، طلاب كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، اللي كانوا عبر مشروعهم عمدوا إلى توفير الغاز الحيوي من خلال إعادة تدوير المخلفات العضوية. أكيد فرح، ومثل ما حكيتي لنا نتعرف أكثر على المشروع وتقنية عمله، وأكيد طبعا كيفية التنفيذ على أرض الواقع. بنصيرنا نستضيف معنا اليوم بصباحنا غير بالاستوديو الدكتور طارق كنينة، مشرف مشروع المخمر الحيوي في قسم الميكانيك العام، ومحمد مريري طالب مشارك في المشروع وهو أصبح أكيد هلأ من الخريجين. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم دكتور طارق. رح نبدا بدايه من عندك، نتعرف اكثر على فكره المشروع، قد ايه استمر العمل والدراسه عليه؟ صباح الخير للجميع. المشروع فكرته مو جديده، اكيد المشروع قديم جدا جدا جدا، بس نحن عم نطور فيه. المشروع فكرته رح نقولها بسيطه جدا، اي مخلفات حيويه بمجرد حطيتها ضمن سائل، مجرد حطيتها ضمن سائل بصير تفاعل مع البكتيريا الموجودة، فبتولد من هذا التفاعل تخمر حيوي، بتولد منه غاز حيوي وغاز ثاني أكسيد الكربون. نحن بناخد الغاز ثاني أكسيد الكربون ونفصله عن الغاز الحيوي، وبنطلع الغاز الحيوي اللي هو غاز الميثان، وبنستثمره في مصادر الطاقة اللي عندنا نحن كإنتاج للطاقة بالنسبة لنا. في مشاكل كثير بتكون غالبا مع هذا التخمر، تطبيقه العملي بيكون شوي هيك في صعوبة، لذلك نحن مضطرين نعمل دراسات انه نساوي تطبيق كويس لهيك شغلة بحيث يكون متلائم مع المباني، متلائم مع الأماكن اللي عم نشتغل فيها نحن. لذلك عم نعمل كل سنة عن سنة عم نطور نحن في دراستنا، وبنساوي كل مرة كل سنة بنساوي حل أحد المشاكل الموجودة في التخمرات الحيوية. نعم، ولهيك خلينا نسأل محمد أكثر، نتعرف منه عن كيفية، خليني أقول، الوصول إلى هي الحالة من التخمير، وكيفية أيضا الاستفادة من المخلفات الصناعية. تمام، المبدأ طبعا هو عبارة عن مبدأ التخمير اللاهوائي. فكرة التخمير اللاهوائي عبارة عن تحليل المواد العضوية. المواد العضوية قد تكون مخلفات نباتية، قد تكون مخلفات حيوانية، قد تكون مخلفات بشرية. طبعا هاي المخلفات تكون موجودة بالمخمر. المخمر هو كمحاكاة للمشروع هو عبارة عن البرميل. كيف ممكن تتحلل هاي المواد العضويه؟ بتتحلل عن طريق البكتيريا. البكتيريا بغياب وجود الاو 2 تقوم بعمليه التحلل. لنقرب اكثر من الفكره، فينا نتخيل هذا التعريف الاكاديمي، نقرب اكثر من الفكره فينا نتخيل انه النفايات اللي عندي او المخلفات البكتيريا بتاكلها، وفضلات البكتيريا هي عباره عن الميتان والخليط تبعي اللي عم دور عليه. طبعا عمليه التخمير اللاهوائي مو شرط انه تكون موجوده، يعني انا عندي فرضا وعاء حطيت فيه فضلات، حطيت فيها مخلفات حيوانية، مو شرط أن يكون في عملية تخمير لاهوائي. إمتى ممكن أن يكون عندي عملية تخمير لاهوائي؟ المفروض حقق شروط التخمير اللاهوائي. التخمير اللاهوائي بتعلق بعدة عوامل، أحد أهم العوامل هي درجة الحرارة. فيني أقول أنه المبدأ تبعي هو مبدأ بكتيريا، فالبكتيريا هي كائن حي بالنهاية مثل البني آدم. بني آدم بده أكل، بده يشرب، بده نوم ليعطيني اللي عنده. كمان البكتيريا لحتى تقدم اللي عندها اللي هي الفضلات اللي عم ندور عليها بدي أمن لها أهم أمورها اللي هي درجة الحرارة. طالما في درجة حرارة ملائمة للبكتيريا فهي البكتيريا عم تعمل الانشطار تبعها وامورنا تمام. دكتور طارق، عم نحكي عن مشروع مثل ما تفضلت وحكيت قبل شوي، هو مشروع مانو جديد وبيتم تطويره بشكل مستمر. بمشروع محمد واشرف كيف كان التطوير فيه وامتى فينا نشوفه فعلا موجود بارض الواقع؟ هلا المشروع صار حاليا على ارض الواقع، يعني صرنا مرحله انه نحن صرنا قادرين نستثمر. الإضافة اللي أضفناها فيه هي حجم المخمر. أكبر مشكلة في عندي غير درجة الحرارة طبعا، في عندنا هدول مشكلتين أساسيات، في عندي حجم المخمر بحد ذاته، وبالتالي اللي بيلحقه الكلفة التأسيسية له سعره، عشان يصير مناسب للسوق، للأشخاص، للمباني، للشخص اللي يستثمره لازم يكون حجمه صغير. حجم المخمر حجم ضخم جدا، وبالتالي ليش؟ لأنه حجم الغاز حجم كبير. هلأ بمشروعنا هون احنا ضغطنا الغاز، رفعنا ضغط الغاز، ضغطناه حطيناه ضمن اناني بحيث انه اقدر استثمرها للامام، وبالتالي خفضنا من كلفه انشاء المشروع، وخفضنا من
من وصلنا نخزن الغاز من نستخدمه في مكان اخر، ونحن بالاصل بالتقرير في المعرض حاطين اخذين الغاز مسبقا ضاغطينه وحاطينه ضمن عبوات، لانه مده التخمر اصلا هي فعليا تقريبا شهر. فمده بقاء الكتله العضويه داخل المخمر هي بحدود الشهر. هلا اللي صار نحن عندنا ضغطناه مبدئيا لضغط 3 بار. الضغط اللي راح نستمر فيه لقدام راح نوصل تقريبا لل 10 بار بحيث نقدر نحصل على منتج يكون كويس نستثمره من اوقات الذروه لاوقات الاستخدام، راح نسميه اوقات ذروه الانتاج نحصلها لذروه الاستخدام عشان نطبق ما بيناتهم. هلا بتمر اكيد طبعا بعد الضغط صار انا بمره على سائل اللي هو الماء، بنقي الغاز الحيوي اللي هو الميثان من ثاني اكسيد الكربون واكسيد كبريتيد الهيدروجين اللي هو H2S، بنقيه منه تمام، وبحصل على منتج ثانوي هو حمض الكبريت فعليا منه. فانا فعليا عم احصل على عده منتجات، زائد انه فضلات التخمر بحد ذاتها هي رح نسميه السماد الاول او السماد البيئي الاول. فضلات التخمر من احد اهم السمادات الموجوده في الحياه الواقعيه، وبالتالي انا ما بكب شيء فعليا. عندي هون انا دورت المخلفات، عندي مخلفات منزليه ما بيروح شيء، باخذ جزء غازي، باخذ جزء غازي بستخدمه في الطبخ يعني جزء طاقه، وباخذ جزء عباره عن السماد، زائد انه انا حافظت على البيئه بحد ذاتها، لانه انا فعليا ما طلع هذا الغاز ثاني اكسيد الكربون او الميثان اللي هو يعتبر ملوث بيئي، ما طلع ضمن الجو المحيط، يعني ما طلعت ريحته، ما شميت الريحه. فلذلك هو اماكن مغلقه تماما، الها مداخل مخارج تصريف. وآمن 100% ان شاء الله. حلو، يعني مثل ما شرح الدكتور طارق محمد، خلينا نعرف شوي، يعني اليوم نحن رح نستخدم كل شيء رح يطلع من طبعا هذا المشروع، مثل ما قال الدكتور ما في شيء رح ينكب، كله رح يكون له فوائد. آلية العمل للمشروع نفسه وين رح تكون؟ يعني مثلا انتم اشتغلتوا بغرفة بمختبر، اذا بدنا نقول هذا المشروع بده يتطبق على ارض الواقع، شو الامكانيات اللي لازم يكون متوفرت له، وكيف ممكن هو فعلا يرفدنا بهي الطاقة اللي هي ناقصتنا، خصوصا هلا الغاز وغيره من مصادر الطاقة دائما عليها مشاكل بزمن الحرب. تمام. الامور اللي انا مفروض اعملها لطور هالمشروع هذا هي الادوات المخبريه المطوره. انا بحاجه انه يكون عندي ادوات مخبريه اقدر اعرف درجه الحراره بدقه، اعرف الضغط بدقه، فانا ممكن اني اعمل منتج يقدر يتعامل معه المواطن، اني انا اقدم هالمواد العضويه يطلع عندي المكونات بشكل فوري، هيك بيقدر يتعامل مع المواطن. كيف اليه العمل؟ اليه العمل انه انا عندي مخمر هو عباره عن كمحاكاه لمشروعنا، هو عباره عن البرميل، بيتم وضع بقلب المواد العضوية، حكينا عن التفاعلات الكيميائية للمواد العضوية، إنه هي عبارة عن بكتيريا عم تأكل هالفضلات هاي، وفضلاتها هي الميتان والخليط. وعندي أنبوبتين، البرميل أنبوبة أولى أنبوبة ثانية، الأنبوبة الأولى بيطلع منها الخليط اللي هو الميتان وخليط من المواد الأخرى. بعد ما يطلع عندي الميتان والخليط أنا ما فيني إنه أخذ الخليط وشغل فورا، لأنه هذا الميتان هذا الخليط غير نقي 100%، فأنا بحاجة إني أعمل عملية تنقية. نحن عملنا عملية تنقية، طبعا عملية التنقية لحالها هي عبارة عن مشاريع دكتوراه، هي عبارة عن موضوع كبير، فنحن اخترنا أقل طريق من التكلفة اللي هو عبارة عن التنقية بالمياه. نقينا الخليط هذا بالمياه، طلع عندي الميتان، ضفنا له مادة لإعطاء الرائحة، لأنه الميتان هو عبارة عن غاز عديم الرائحه، فانا ممكن بني ادم يفقد حياته وهو ما له عرفان، فهي ممكن انه الرائحه تنبهه انه اوكي انت هون دير بالك في رائحه ممكن تغيب عن الوعي. فعملنا اضافه للرائحه وضخيناها بالانبوبه الثانيه وشغلنا. طبعا الفيديو موجود، هو الفيديو المشروع لنا في تطبيقنا عملي. يعني دكتور الفكره يلي حكاها فكره كثير مهمه، عم نحكي فيها عن امان الاشخاص، امان منازل في حال اضفنا عليها الرائحه لحتى بعض الاشخاص ينتبهوا يمكن، ومشكله الغاز مشكله قاتله مثل ما قلنا. مستقبل هذا المشروع، امكانيه انه نشوفه نحن موجود فعلا بالمنازل، هل هو قريب ام لسه بده دراسه اكثر؟ الان الموضوع صار القرار، رح نقول قرار اقتصادي، صار انا بدي في ممول، صار بدي في حدا يدعم الموضوع. جاهز من ناحية الدراسة، من ناحية الأمانات، من ناحية المتحكمات، من ناحية القياسات جاهز. ضل شو؟ ضل نحطه على حيز التطبيق، حيز التطبيق معناته أنا بدي في تبني. في شيء اسمه في تبني. هلا التبني راح يكون مثلا من نقابة المهندسين. مثلا نقابة المهندسين يفترض أنها تتبنى لي ننزله ضمن نظام ضابطة البناء،
هذا كلفة إنشائية، لازم يكون منشأ مع المبنى مباشرة، وبالتالي يحطهم ضمن المبنى شيء إنشائي يسيطر عليه المهندس التكنولوجي بغض النظر مين هو المهندس التكنولوجي ضمن نقابة المهندسين، بنحطه في ضمن البناء فهو آمن مع جميع أماناته مع حساساته مع موزعاته، فبتطلع كلفته كتير صغيرة. وبالتالي أنا حطيت المخلفات اللي عندي اللي هي المخلفات البشرية العضوية اللي هي ناتجة من البناء بحد ذاته، تمام، مع كل شيء تكنولوجيا بتتحكم فيها، بعدين ببعته إلى عناصر الصرف الخاصة فيه. هلا تعد الدفعة عندي أنا بحدود الشهر، طبعا هو مستمر يومي مو دفعة مستمر، وبالتالي بحصل يوميا على غاز حيوي يوميا، نسبته راح تكون ما بين 20 من نسبة المخلفات توصل تقريبا بالحد الأقصى ل 20% من قيمة المخلفات الموجودة، وبالباقي مباشرة إذا ما بدي يساوي أي شيء فهو بيروح مباشرة الصرف الصحي، وبالتالي تكون عندي المنشأة هون أنا منشأة رخيصة السعر مقبولة للمواطن بحد ذاته. وهي هون القصة، أنا هدفي مين هدفنا إحنا؟ المواطن اللي بالأصل اللي هو بالأصل ما عم يحصل غاز، موضوع دعم، بدعمه بالغاز الحيوي وبدعمه بعناصر طبعا أخرى من الطاقات المتجددة، أكيد ما راح يكون راح يدعمه فقط بالغاز الحيوي، مو راح يكون الغاز الحيوي لحاله، إحنا استهلاكنا من الطاقة بالمباني بالمنازل كبير كتير. هلا إحنا بيهمنا الآن التبني لهيك مشروع. أكيد. تبني المشروع هو أساس أي شيء، وإلا ما إحنا فعليا المشروع بصير حبر على ورق ومنحطه مثل مشاريع سابقة. لا أكيد نتمنى ما يضل حبر على ورق، وأكيد نحن عم نستضيفكم اليوم كنوع من أنواع التشجيع وأيضا تسليط الضوء على أهمية مثل هاي المشاريع، وأكيد نتمنى كل مين قادر انه هو يدعم ويتبنى هيك مشاريع يكون وصلت له الرساله. بالنهايه غايتنا هي فائده المواطن السوري اولا واخيرا. شكرا لكم. شكرا لكم جميعا. اكيد كل الشكر لك تنويه بالله اخير ممكن. تفضل. طبعا هذا المشروع بمشاركه شريكي بالمشروع هو عباره عن الزميل اشرف. أكيد. فمو لإلي هو لحالي، لإلي ولرفيقي وتحت إشراف الدكتور فقط. أكيد نحن بالمقدمة أكيد ذكرنا اسم أشرف وبنوجه له كل التحية وبنتمنى كان حضوره معنا. بدي أتمنى لكم كل التوفيق، وأكيد مثل ما تفضلت وحكيت دكتور بنتمنى يوصل صوتكم ويكون في ممول جدي فعلا ونشوف هذا المشروع على أرض الواقع. شكرا.